هذا وأكد سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أكد على الحرص والاهتمام اللامحدود من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي تمثل في المرسوم الصادر بقانون العقوبات والتدابير البديلة. حرص سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واتخذ من هذه المبادئ نهجا في سبيل حفظ حقوق وكرامة المواطن البحريني، واللي جاء هذا المرسوم للتأكيد على أهمية منح المواطن فرصة جديدة للانخراط في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن من خلال التنسيق ما بين مؤسسات الإصلاح والتأهيل والطلب وقاضي تنفيذ العقاب لاستبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة وأكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم فيها، حيث سيمنح هذا المرسوم السلطة القضائية بمملكة البحرين مرونة أكثر في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة ومنح المحكوم أمل أكبر في العودة إلى الحياة الطبيعية والحرية، وعلاوة على منح فرصة ذهبية للتأكيد على دوره في بناء المجتمع وخدمة الوطن الغالي وتعزيز الشراكة المجتمعية.